حسب إحصائيات موقع إيباي، 50% من التجار في الموقع هم أصحاب شركات صغيرة أو متوسطة، ويعتمدون على الإنترنت كمصدر دخل رئيسي لهم. هذه الشركات التي أدركت إمكانيات البيع المذهلة عبر الإنترنت وأنشأت متاجر بيع عبر الإنترنت، وتعمل إما كموقع مستقل أو على ساحات التداول مثل إيباي أو أمازون. وفي هذا الفيديو سأطلعكم على الفرق بين البيع في ساحات التداول والبيع في موقع مستقل. مرحبا، أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست. إحدى أكثر الأسئلة التي يسألونني الطلاب هي: هل الأفضل البيع في موقع مستقل أم البيع في ساحات التداول؟ وكما هو الحال مع أشياء كثيرة في الحياة، الجواب هنا ليس قطعيا. في هذا الفيديو سأطلعكم على بعض مزايا وعيوب ساحات التداول أمام موقع مستقل، وهذه المعلومات ستساعدك في اتخاذ القرار الأنسب لك. ميزات ساحات التداول هي: أولا التكلفة. مواقع مثل إيباي وأمازون أو إتسي تعتبر مجمعات تجارية افتراضية يوجد بها ملايين المشترين، ويمكنك بدء البيع بها حالا دون أي تكلفة، على عكس المواقع المستقلة التي تتطلب استثمار أولي كبير نسبيا. ثانيا توفير عدة خدمات مساعدة للتجار، وتوفر ساحات التداول خدمات تكنولوجية كاملة ونظام دعم يسمح للتجار بإنشاء وإدارة المتجر دون استثمار المال، مثل إدارة المنتجات أو مراسلة الزبائن وأخرى عوامل. أما في المواقع المستقلة، هذه الخدمة ستكلفنا المال وتتطلب أيضا المعرفة المتقدمة من أجل استخدامها بحكمة. ثالثا الانكشاف. يوجد في ساحات التداول ملايين المشترين يدخلون يوميا للموقع لشراء المنتجات منها، مما يساعد التجار بيع منتجاتهم بسرعة وبسهولة، وإمكانية بناء قائمة زبائن ثابتين يشترون من متجركم كل أسبوع أو كل شهر، على عكس ما هي المواقع المستقلة التي يجب استثمار المال لإعلان الموقع وكشفه لأكبر عدد زبائن ممكن. العامل الرابع هو الشعور بمتعة التسوق. الكثير من الزبائن تفضل شراء المنتجات من ساحات التداول وتميل إلى شراء أكثر منتجات، لأنه يوجد نوع من متعة التسوق التي يشعرون بها، مثل شراء هدايا أو منتجات غير موجودة في بلادهم. وبالتالي فتح متجر في ساحات التداول قد يجذب نوع محدد جدا من الزبائن الذين يفضلون القيام بالتسوق الخاص بهم في مكان الذي يوفر لهم كل شيء. خامسا انكشاف عالمي. في السابق جميع مبيعات مواقع إيباي وأمازون كانوا داخل أمريكا، واليوم توسعوا إلى عشرات ومئات الدول الأخرى، فيوجد الإمكانية ملائمة منتجاتنا لدول معينة بلغة معينة، مما يعطي لنا الفرصة للتعامل مع عدة دول في العالم. أما بالنسبة لميزات المواقع المستقلة، أولا لا أحد يقاسمنا الأرباح. ساحات التداول مثل إيباي أو أمازون تعطينا أدوات ومكان لتخزين متجرنا، ولكن لكل صفقة ستحصل ستأخذ حصة من الأرباح في شكل رسوم مختلفة، مثل رسوم إعلان الصفحة. هذا الجانب غير موجود في المواقع المستقلة. ثانيا حرية التصميم. بنية ساحات التداول هي بنية ثابتة، وفي المواقع المستقلة يوجد لديك الحرية التامة لتصميم الموقع كما تشاء وكما تراه مناسب. ثالثا العمل بحرية. في ساحات التداول مثل إيباي أو أمازون على التجار الانضباط لشروط استخدام الموقع، أما في المواقع المستقلة يمكن العمل بحرية دون أي مراقبة أو انضباط لأي قوانين. إذن أي من الطريقتين ملائمة لك؟ كل ذلك متعلق في المنتج الذي تريد بيعه وميزانيتك. إذا كنت تريد أن تبدأ بسرعة وبسهولة، ساحات التداول مثالية بالنسبة لك، ثم يمكنك التوسع إلى موقع مستقل خاص بك. أتمنى أنني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو، ولكل الأشخاص المعنية في بدء البيع في موقع إيباي جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية ومجانية تساعدكم على بدء البيع في موقع إيباي.
كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم، سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.